وساد صمت وتسمرت عيون ماريا في عيون السيدة العذراء. أخذت الشاهدة الإيطالية من بين الحضور، أكثر من 50,000 شخص كانوا واحداً. وحدها كانت ماريا مع مريم تتبادل معها نعمة التواصل. أي نعمة، أي سعادة، أي سلام يفوق تلك العيون المنهمرة بالحنان. أي نعمة أن تكون العذراء في لبنان تمد يدها تحاكينا، تخاطب أهل الأرض لتصل صلواتهم إلى أهل السماء. أي نعمة أن تكون مريم أم الله رسالة يسوع إلينا نحن الغارقون في الخطيئة وفي اللا شيء. خشع الكهنة، بكوا، بكى الحضور. كانت لحظات نادرة. ماريا بافلوفيتش الإيطالية التي جاءت بها العناية الإلهية إلى لبنان لتشهد على ظهورات العذراء في ميديغوريه، حولت قاعة الفورم دي بيروت إلى ما يشبه عرس قانا الجليل. حضر يسوع بين الجموع، حول الماء خمراً وباركه، وتكلمت العذراء مريم، أوصلت الرسالة عبر ماريا إلى لبنان والعالم. صمت وخشوع وسط ذهول الحاضرين. رفعت ماريا يديها لتطلب السلام وتتلو رسالة العذراء بشفتيها، فباركت الحضور وطلبت من يسوع حمايتهم، ثم باركت أرض لبنان وشعبه وطلبت من ابنها يسوع حماية الشرق الأوسط وحراسة بوابته بيروت، وطالبت السياسيين سلوك طريق القداسة. ثم بدأت تلاوة المسبحة ورتبة القداس وشهادة حية لذكريات الشاهدة ماريا، تحدثت فيها عن طفولتها ومن ضمنها رسائل العذراء لها. 50,000 شخص ومن بينهم الكثير من المسلمين وآخرين توافدوا من الدول العربية المجاورة، حولوا القاعة وعلى مدى يومين إلى عرس محبة، إلى ثورة إيمان. هذه رسالة السماء إلى لبنان في زمن الصوم، والشاهدة ماريا قد تكون أحلى الهدايا. هذا ما قالته العذراء مريم لماريا وعبرها للبنانيين. العذراء سمت بيروت بوابة الشرق. العذراء مريم باركت أرض لبنان المقدسة، أرسلت لنا رسالة ضوء لتقول أن هذه الأرض مقدسة لا تمس، ومن يمسها بسوء لا يهنأ له عيش. رسالة لا تفرق بين الأديان والأجناس، رسالة إلى الإنسان في كل زمان ومكان، رسالة أن الله محبة والإنسان محبة، ويسوع هو الحب الخالص.